الطالب على يد زميله طاعنا بالسكين بقضاء الدير. محاولة اقتحام فندق حفل الهالوين في البصرة. وفشل ليلى عبد اللطيف بتوقع فوز ترامب. والمزيد من قصص اليوم من نيو ترندينج، خليكم ويانا. أهلا بكم مشاهدينا، والبداية محلية. استعرضنا بالحلقات اللي فاتت فيديو من داخل فندق بالبصرة اللي أقيمت به حفلة بمناسبة الهالوين، وصارت انتقادات هواية على هاي الحفلة. فيديو اليوم اللي حنشوفه محاولة اقتحام للفندق اللي أقام هاي الحفلة. المتظاهرين كانوا غاضبين وحاصروا المكان احتجاجاً على استضافة الفندق لحفلة الهالوين. أغلب المتظاهرين كانوا من ممثلي المواكب الحسينية، طالبوا بغلق الفندق فوراً واتخاذ إجراءات صارمة لمنع حفلات الغناء والرقص حفاظاً على قدسية المكان على حد قولهم، فيما حاول عدد من المتظاهرين اقتحام الفندق بس الحمايات منعتهم. خلونا نتابع. تعليقات عديدة أغلبها كان مؤيد لهذه المظاهرات، منهم جبار علي: بارك الله بيهم، أصحاب غيرة ويخافون على عوائلهم من هذه الأفعال الدخيلة على مجتمعنا مع الأسف، وهنالك من يعمل على تفكيك الأسرة العراقية وإيصالها نحو الهاوية. هيثم سعدون علق: والله بصراحة هذا استهتار، احنا من شو وقت تصير عندنا هاي الحفلات؟ إذا عبالكم هذا انفتاح فأنتوا غلطانين، هاي بداية الظلام. الله يوفق كل شخص غيور على دينه وأرضه وبلده. أنمار موفق علق: بارك الله بيكم، هذه العادات دخيلة على مجتمعنا ومرفوضة رفض تام. ترى غير الهالوين أكو مكان اسمه ملهى، إذا سامعين بي هم يصير باختلاط وسوالف تعبانة بعد أضرب. نتمنى تطلعون مظاهرات على هاي الأماكن حتى تنسد. من هذه التعليقات ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر، واللي هو مقتل طالب بصف الثالث متوسط بالسكين، واللي قتله هو زميله بسبب خلافات بينهم بقضاء الدير شمالي محافظة البصرة. خلونا نتابع. غضب المتابعين كان واضح على هذا الفيديو من خلال تعليقاتهم على منصة إنستغرام، منهم حيدر مروان: الله يرحمه للولد، كله بسبب الأهل يخلفون وينطون تليفونات ويذبوهم بالشارع، لا تربية ولا مراقبة، بس السؤال شلون دخلت السكين للمدرسة؟ أم سعد علقت: استهتار بسبب القوانين اللي هي وعدمها واحد، ما تحمي لا أستاذ ولا طالب، للأسف صارت الروح رخيصة ما إلها ثمن، حتى صرنا ما نستغرب من جريمة القتل، تشبعنا. رنا عاصم علقت: دخيلك ربي، الله يحفظ أولادنا ويبعد عنهم البلاء، بس المفروض يشوفون شنو السبب اللي وصل لهاي المرحلة، لازم ينفتح تحقيق حتى يعرفون ليش تصرف هذا التصرف. من هذه التعليقات ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر. تذكرون اعتصامات خريجي المهن الطبية والصحية؟ أبشركم ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا، وهم من دون استجابة. نساء وأطفال ناموا بالشارع لأيام بالبرد والحر، وهم ماكو استجابة. يا ترى هاي الاستجابة شو وقت تصير؟ خلونا نتابع. وين القانون لعد؟ وين درجات الحدف؟ وين وديتون؟ إيه اللي تريدون؟ أنت مو مرتاح المركز ولا ما مرتاح المركز؟ واحد تسعة قلت لي مباشرة وحدة أسد يصحى من 12 لو بالداخل. بالداخل. لنا مثلا 12 يوم
ظلينا ساكتين العمر كله، العمر كله ظلينا ساكتين. خيبة الظن كانت واضحة على تعليقات المتابعين على منصة إنستغرام، منهم سارة أحمد: لا تعتمدون على الدولة والتعيين، كل شخص يفتح له مشروع خاص بي وعيشه. بالعراق ماكو تعيينات لأن ماكو مستشفيات كافية ولا مدارس ولا مصانع، واستيراد كله خارجي، منين تلقوا للتعيين؟ رنا فالح علقت: شجاج خاله، اكو عالم بتخرجه من 2015 وبعدهم قاعدين وهم تعب وسهر، والله فتشي يقهر بس ما يفيد لو تتظاهرون 15 سنه. حسين سلمان علق: رجعوا لبيوتكم، ما حد عنده وقت حتى ينزل يسمعكم، وخلوا ولدكم يدورون شغل بمستشفيات وعيادات خاصه، هذا اللي يرجو. من هذه التعليقات مشاهدينا ننتقل إلى فيديو لمواطن بالبصرة ينتقد اهتمام بلدية البصرة بمقرها الرئيسي وبعض الأماكن المعروفة على حساب مناطق ثانية اللي كانت مليانة بالنفايات. اخوان السلام عليكم، طبعا سامعين بالمثل اللي يقول من فوق هالله هالله ومن جوه يعلم الله. هذا مقر مديرية بلدية محافظة البصرة، ما شاء الله تبارك الرحمن، عين الباردة والله، يعني منظر يفتح النفس. شوف الترتيبات، شوف الجمال، شوف الخضار، شوف الورود. ليش؟ لأن السيد مدير البلدية يومية مكانه يمر على هذا المكان، فلازم يكون اعتنابي، بالإضافة إلى زيارة السادة المسؤولين المقر بلد. لكن شوف المنظر الجو، المقطع الجو، هو الوجه الآخر لمديرية بلدية محافظة البصرة. هذا المنظر الجو هذا صار له سنوات سنوات. شوف القذارة، شوف الوساخة، شوف عدم الاهتمام، شوف عدم المتابعة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى الناصرية وفيديو لمجموعة من طلاب الابتدائية اللي توفى أستاذهم الله يرحمه، فراحوا إلى فاتحته بطريقة العرابة، خلونا نتابع. إلى فيديو يظهر استقبال كبير ومختلف للمغني كاظم الساهر بالورود والبلالين وتجميع لألبوماته في قطر. إلى فيديو لمدرب منتخبنا الوطني خيسوس كساس شارك بإحدى العوائل العراقية وجبة الإفطار في بغداد. قصص يترندنج مكملة وياكم بس بعد الفاصل. من جديد وخلينا نبدي بأبرز الترندات العربية. إلى فيديو متداول يظهر عثور الشباب اللبنانيين في بعقلين على طفل سوري ربطه والده في سلسلة حديدية بغابة، كان واقف مرعوب ينتظر حيوان يأكله. الطفل ما يريد أحد يساعده أصلا من كمية الخوف اللي محسسة بها والده، ويقول ما أريد أحد يفك السلسلة لأن خايف أبوي يذبحني.
خلونا نتابع. خلي فرجي جنزير، خلي بين جنزير، بين جنزير. هيا حسون براس الجاموس، براس الجاموس. ما كفين سيارات الجبات على اليمين. يلا بي. بالآخر وين مكتب الحجر لقديم شوي. تقدر تكتب مني. شو بك حبيبي؟ لا كل شيء اخرج. شو بك؟ ما تخاف، اوكي؟ مين قالنا نجي لهان؟ نحن جينا لحان. حد نص. اعطوني حديد صغير. ما في. لكن اسا بيجي بي بيشوفكم. اي شوفنا بي. ما بيذبحنا. ما بيذبحنا، ما تخافش نحن نذبح، ما تخافش. ما هو بيذبحنا الي. ما تخاف، ما تخاف. ما تخاف يا حبيبي، ما تخاف. هاي السكين لمين؟ هاي السكين لمين؟ ايوه. لحظة أنا بشيلها. يمكن بدها. لا لا ما تطق، ما تطق، أنا بشيلها، أنا بشيلها. ما حديليش من التليفون. أنا مصور، مصور فيديو. يضربني الي. ما حدا بيضربك. أعطيني إياه. ما صابت توقعات ليلى عبد اللطيف هاي المرة، لأنها توقعت فوز كاميلا هارس بالانتخابات، وإنها كانت شايفة امرأة اللي راح تكون بالبيت الأبيض مو رجل. بدل كاميلا هارس ما تكون بالبيت الأبيض اجت ميلانيا ترامب. أول رئيسة يعني أول سيدة يعني أنا تحكم البيت الأبيض. أستاذ توني بدي أقول لك نعم بدي أقول يعني أنا الوحيدة اللي بين اللي بتوقع اللي عندها الجرأة إنها تسمي وتقول ما حدا بيصير يسمي ويقول. أنا شايفة امرأة هلا كيف وليه ما بعرف، بس بعدني على توقعي وما بغير توقعات، يعني ما بغير هالإلهام يلي إجا ما نعم. ما بدي أغير. إلى سلطنة عمان وفيديو لصاحب سيارة وهو سايق لاحظ حركة غريبة بمكيف السيارة، إذا به ثعبان طلع له من فتحة المكيف. فيديو آخر وأحدث ظهور للمغنية مريم فارس بحفلتها في دبي. ننتقل مشاهدينا إلى أبرز الترندات العالمية وفيديو لكهنة هندوس أقاموا قداس استمر 11 يوم حتى يتأكدون من فوز كاميلا هارس بالانتخابات، وجو الناس للصلاة وبدأ البعض يلزمون صورته ويتباركون بها. أكد الكهنة بأن صلواتهم لمدة 11 يوم هي كفيلة بفوزها، ولكن العكس هو اللي صار. பாட்டில் கூட்டங்கள் தமிழகத்தைச் சார்ந்தவர்கள் இங்கிருந்து அமெரிக்காவிலே குடியேறி இன்றைக்கு ஏற்கனவே துணை அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று நாளை நடைபெறவிருக்கிற அதிபர் தேர்தலில் போட்டியிடவிருக்கிறார். அவர் தமிழர் வெற்றி பெற வேண்டும், தமிழர் வம்சாவளிக மதுரை அனுஷத்தின் அனுகிரகம் அமைப்பு சார்பில் காஞ்சி ஸ்ரீ மகாபெரியவர் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் இன்று 100 ஆண்டு வாழ்ந்த மகாபெரியவருடைய திருச்சந்ததியிலே إلى فيديو لمدرسة كانت تشرح طريقة النطق الصحيحة للأحرف باللغة الإنجليزية بس مو بالطريقة اللي متعودين عليها. خلونا نتابع. C-H-C-H-C-K-C-K Good job Q-U-Q Good job T
T-H. T-H. Or. Or. N-G. N-G. S-H. S-H. P-H. P-H. W-H. W-H. O-R. Or. O-R. Or. E-R. U-R. I-R. A-R-R. A-R-R. That's where we started, right? Yeah. Good job, y'all. Kiss your brain. Kiss your brain. Throw some glitter. إلى فرنسا وفيديو يظهر رابطة مشجعي النادي الفرنسي باريس سان جيرمان يرفعون تيفو كتبوا عليه الحرية لفلسطين قبل مباراتهم مع أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا. على إثر رفع هذا التيفو انتقد وزير الداخلية الفرنسية برونو ريتايو هذا الفعل وأنه من الممكن أن يتم فرض عقوبات على النادي. إلى فيديو لرجل قرر أنه يركب أبوية البيت، بس مو هو يصعد ويبدلهم، لا استخدم لدرون حتى يبدل الأضوية. إلى فيديو للاعب بول بوجبا كان بلايف مع اليوتيوبر سبيد، صعد وياهم مشجع لتوتنهام. بطبيعة الحال المشجع أول ما شاف بوجبا حب يستفزه، فقال له توتنهام أفضل من مانشستر يونايتد. فبول بوجبا رد عليه قال على الأقل بآخر سنتين مانشستر يونايتد حقق بطولة وحقق كأس، لما توتنهام يفوز ويحقق بطولة وتعال احكي. When you win a trophy, you know, for the past two years, I think United won a trophy, a cup at least. They saw, they celebrate. Hey, when you do that, you call back, all right? Fairs. I didn't say they're better, I didn't say they're worse, but when you do that, with all the respect, now I can say they're better. Right? Yeah. That's good? When we win a trophy. When you win a trophy, you can call back. And I would say, Tottenham are better. What's your name? إلى فيديو لخبير فنون دفاع عن النفس يشرح بكل دقة شلون تقدر تتحكم بالعصا حتى تصير مثل المحترفين. حلاق يقوم بتصفيف الشعر بس مو بالمشط ولا بالشسوار ولا بالفرشة، شوفوا بشنو. ختام مشاهدينا نود التنويه لأن قناة يو تي في بصدد إطلاق أكبر مسابقة شعرية سيتنافس الشعراء ضمن ثلاث فئات شعر الشعبي والشعر الموزون والشعر الحر.
لكل من يمتلك موهبة الشعر بإمكانكم الآن التسجيل في البرنامج من خلال الكيو آر اللي ظاهر أمامكم. برنامج فرسان المعاني بانتظاركم. شوفكم بحلقة باتشر وإلى اللقاء.